في بعض الأخوة الأفاضل اللي موجودين معانا حابين يستفسروا عن أي حاجة إحنا جاهزين، وحضرتك يا ريت لو السؤال يجي وحضرتك تقول أنا عايز مين يجاوب عليه. اللي عنده أسئلة، أين دور رجال الأعمال؟ حضرتك تقريبا المهندس رضا الشاب هيرد عليه أو على جزء منه. دور رجال الأعمال إحنا كجمعية حاسين بيه إزاي؟ أنا لما بروح أقول للمنشأة تدريبية، أنا بسميها منشأة تدريبية اللي هي هوصف فيها الراجل بعد كده أو الآنسة، بقول له أنا عايز فرص عمل من عندك. لما باجي أنقي فرص العمل دي بقول له لو سمحت أنا عايز فرص عمل حقيقية وتضمن حق العامل. يعني ايه برضه؟ في مشروعنا اللي احنا فيه دلوقتي الاشتراك مع الجهاز عندنا شرط، مش هياخد مني نتيجة من الموظف او العامل ده البحر والقص، لا ده عارف برنت تأمينات لمدة 6 شهور وصاحب العمل يقول ان الراجل ده منتظم. من الاخر مش فرصة عمل كده وخلاص. يبقى اذا رجال الاعمال تعاونوا معانا في هذا المجال وساعدونا ان هم بيعملوا جوب ديسكريبشن مظبوط، وصف وظيفي، بيعملوا عندنا، بيدرسوا ايه هي الاحتياجات الحقيقيه للمرتبات، كل ده تم مع زي ما قال الاستاذ محمد قرب ال 500 شركه. دور رجال الاعمال موجود ومفعل. وحضرتك بس انا عاوز ارغي في جزئيه كده بتقول عليها بالمناسبه، حضرتك انا ممكن اتعاون اعمال واوفر فرص عمل واساعد الناس واعمل كل ده، ما فيش مانع ان انا ابني مسجد لو في امكانيه. فده حاجه ودي حاجه. حضرتك عاوز تستهدف شركات اكتر شويه. التحدي كبير في ظل وجود الكورونا، ويمكن حضرتك استاذ محمد وضح دي. انا كراجل واقف قدامك كرجل اعمال، معلش انا هنقل شويه من كوني رئيس مجلس اداره الجمعيه، انا رجل اعمال وزي ما قال الدكتور حسام انا رجل شارع. فاتفضل حضرتك. أنا كان عندي 500 عامل. أنا عندي دلوقتي 17. ماشي؟ طالع في مشروع جديد إن شاء الله هيبقى 1200 عامل، إن شاء الله. حضرتك بياخد وقت شوية؟ في تحديات؟ الكورونا أثرت؟ ففي تحدي للعالم كله ومنها مصر. فحضرتك إحنا كرجال أعمال أو اللي أنا أعرفه من رجال الأعمال المحترمين بيحاولوا جاهدين، لان حضرتك برضه خلي بالك انا مش بجامل حد، هو انا كرجل اعمال زي ما قال المهندس رضا، القوه الاصليه اللي هتشغلني هي القوه البشريه مهما كان معايا. تمام؟ المشكله بقى ان القوه البشريه دي بتتحكم فينا. معلش ده قصه قانون عمل وقصه طويله، صاحب العمل بيبقى نفسه ان الراجل يقعد بعد ما يتدرب وياخد وبكره يقوم واخد بعضه وماشي ورايح مكان ثاني، وبرضه مش هيبقى في مكان افضل، ولكن المغريات بتبقى يعني في الوقت ده بتبقى افضل. انا قصه كبيره قوي قوي، وعالجناها في الغرفه التجاريه، وعالجناها في مع مكتب العمل ومع وزير، يعني حضرتك اشتغلنا كتير قوي فيها من حوالي 25 سنه شغالين فيه. مش عارفين نعالجها. ملهاش علاج. يعني حتى العامل بيروح المحكمه يشتكي صاحب العمل وهو اللي سايب الشغل، وقت المحكمه بتدفع صاحب العمل. وقصه كبيره جدا جدا. كابتن حضرتك فالاذعان، لا الاذعان لصاحب العامل مش لصاحب مجال الاعمال. اطمن من الحته دي، واخدين حقهم زياده. هم بس يرضوا عليهم. فكره التعليم الفني المزدوج حضرتك خرجنا من دي خالص. خرجنا من دي خالص وقلنا ان احنا بندرب الناس في احدث المصانع واحدث النظم للتدريب، يعني شركه الشافعي. مش هي المعامل اللي في عندك في المدرسه؟ ولا ايه رايك؟ مصنع عقل. ايه رايك في مصنع عقل؟ هي الادوات اللي موجوده عندك في المدرسه؟ صح؟ احدث حاجه. فالطالب يتدرب في المكان الحديث. تمام؟ شكرا لحضرتك. حضرتك القعده دي منار فيها فرص عمل. ماليش دعوه بالتعليم الفني. وصلتني رساله من حضرتك، بس برضه للاسف يا جماعه والنبي عشان خاطر حضرتك تتكلم. احنا مش في صدد ضبط منظومه العمل في مصر.
احنا عاوزين نتناقش في المشروع بتاعنا عشان نوجه شبابنا ان في فرص عمل حقيقيه احنا جايبينها. اللي عنده استعداد يبدا يشتغل معانا في هذا الطريق. هو ده الاسئله عاوزه تنصف حول هذا الموضوع. لكن الفساد اللي في البلد او في اي حته في العالم او مش عارف التاجر بيزود في السعر او يعني مش هو ده مجالنا هنا خالص. التعليم الفني المستوى هو عباره عن فرصه عمل بدري. بدل ما اولادنا ينزلوا يقعدوا على القهوه او على السايبر او يلعبوا على النت او برضه وهو عنده يا دوبك خرج من الاعداديه كده اقول له يلا انت بتشتغل وبتاخد نقاط. بياخد بدل وقفه وبدل انتقال وبيحس ان هو انتج لدرجه ان في بعض الطلبه كانوا بيخلصوا المدرسه ويسلموا يومهم انصراف ويجوا يتعاقدوا تاني بعد الدور عن طريق ولي الامر انا عاوز اشتغل تاني بعد الدور وبالتالي مرتبه نفسه بيبقى مرتب عالي وصاحب المنشاه نفسه بيمسك فيه. فاذا عندك عشان تفعلي ده في المدرسه حضرتك نمي او هوي على فكره التعليم الفني والمستوى وصليها لاولياء الامور وللطلبه. وصلت كده؟ وصلت. الاجابه سليمه؟ وبنؤكد شكرنا لحضراتكم وتشريفكم لينا وان شاء الله دايما بالتوفيق والسلام. Yeah.